يا سادة بالله عليكم، اه والله بالله عليكم، بالله عليكم، احنا في كنز، في نعمة، نعمة اسمها مصنع الرجالة، نعمة اسمها فضل ربنا العميم، نعمة بتخلي الإنسان يخرج أحسن ما فيه، بس لو هو حس فعلا إن هو من أهل المدد من ربنا، العمل ده يا سيدي يخليك من أجمل الناس. لو عرفت إن العمل ده مش جاي عشان يطحنك ولا جاي عشان يهينك، لا ده جاي عشان يجملك، جاي عشان يخرج أحسن ما فيك. واوعى تقول لي أصل الناس بتعمل في العمل والناس بتعمل كده، أنت مش هتقدر تطلع أحسن ما فيك غير لما تكون بتواجه الصعوبة، لأن كل إنسان إذا كان في أسهل أحواله فممكن يدعي إن هو صادق وممكن يدعي إن هو عنده أخلاق حسن، لكن لما يبقى عنده ضغوط ويبقى العمل فيه مشقة، ساعتها هتطلع الحاجة الحلوة منك بطعم زي الشهد، هتحس فيها بمدد ربنا، وتحس بقد إيه ربنا سبحانه وتعالى ما كتبش عليك العمل عشان يعذبك، ده كتب عليك العمل عشان يهذبك. يا رب هذبنا واجعلنا من أهل القرب لك، واجعلنا يا رب دايما من أهل مددك ومن أهل كرمك ومن أهل فضلك، واجعل العمل يا رب باب مفتوح عشان نقبل عليك، وباب مفتوح عشان نكون من أهل مودتك ونرى بعينينا مددك ونعمتك علينا بأن أنت استفدتنا أن أنت تكتبنا في دواوين الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا رب زكينا واجعل أعمالنا صالحة ومصلحة لقلوبنا ولأحوالنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اجعل عملنا دائما في أعمال الصالحين.